السلام عليكم. منذ احتلال الصهاينة الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة عام 67 وهم يقومون بسلسلة إجراءات متتابعة ومتصاعدة تهدف للسيطرة التامة على المسجد الأقصى المبارك وتهويده وتحويله إلى بناء تلمودي صهيوني خالص، وهي الاعتداءات والإجراءات التي بدأتها بمجرد فرض سيطرتها على المدينة المقدسة. تزايدت مخططات الاحتلال التي تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى وإلى تقسيمه زمانيا ومكانيا ضمن محاولة تحقيق وجود يهودي دائم مباشر فيه، وهذا ما شهدته القدس المحتلة وتشهده في الأعياد اليهودية الحالية، بل أصبحت الاقتحامات اقتحامات المستوطنين وإقامة طقوسهم في باحاته أو أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة تحت حراسة قوات الاحتلال تمثل تهديدا لهوية الأقصى والمدينة المحتلة. نتساءل اليوم كيف تبدو اعتداءات الاحتلال في موسم الأعياد اليهودية الحالي، وأي نوع من الوجود يحاولون تكريسه في المسجد الأقصى، وما موقف الواجب من هذه الاعتداءات؟ هذه الأسئلة نناقشها مع فضيلة الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله. دكتور، في كل أزمة يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك منذ أكثر من 70 عاما، ولا سيما بعد احتلال الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، نسترجع أو نعود لنتعرف أكثر على حضور هذا المسجد المبارك في وجدان الأمة العربية والإسلامية، وضرورة ترسيخ المسجد الأقصى بكل ما يعنيه دينيا واستراتيجيا وسياسيا للمسلمين في وجدان هذه الأمة. يعني أنا أعتقد أن ترسيخ المسجد الأقصى في وجدان الأمة حاصل في كتابها. نعم. في كتاب الله سبحانه وتعالى، حادثة الإسراء والمعراج حدث عظيم، والربط ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو رسالة للأمة الإسلامية أن كينونتك مرتبطة بهذين المسجدين، وأنهما قطعة واحدة، وأن التفريط بأحدهما تفريط بالآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر ثوبان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حديثه وكيف أنه تحاور مع إخوانه وأصدقائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حول مسجد بيت المقدس ومسجد المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم يرسخ مكانة مستقبلية خاصة للمسجد الأقصى المبارك عدا المكانة القائمة. ذلك يقول ثوبان: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم مسجد بيت المقدس؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحقيقة الواقعة ويشير إلى الأمر المتوقع بل القادم يقينا، لأنه خبر الوحي. نعم. يقول: صلاة في مسجدي هذا، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو. هنا التاريخ. ثم يقول عن المستقبل أو الواقع في ذاك الزمان. نعم. ثم يقول: ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض بحيث يرى مسجد بيت المقدس خير من الدنيا جميعا. الله أكبر. وخير له من الدنيا وما فيها، رواية أخرى. فكأنه يقول: أيها المسلمون، كشعائر وكعبادة، المجيء إلى مسجدي أفضل من الذهاب إلى المسجد الأقصى، ولكن كاستهداف إن مسجدي آمن وإن المسجد الحرام آمن، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أما المسجد الأقصى ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطان فرسه، قطعة حبل، قطعة صغيرة من الأرض، بحيث يرى مسجد بيت المقدس، يعني في الأردن، في سوريا، في لبنان، في أرجاء فلسطين، منطقة الرقابة بلاد الشام، هذه أن تبقى مراقبا لمسجد بيت المقدس لأنه مهدد بالخطر. نعم. فكأنه يقول لنا على سؤالك في وجدان الأمة: إياكم أن تنسوا هذا المسجد، وإياكم أن تغلب عليكم الحالة الشعائرية بالذهاب لأداء العبادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي على حساب الانتباه للمسجد الأقصى المبارك، فإن الوجود فيه
خير من الدنيا وما فيها مشتملة على الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الله. لماذا؟ لأنها ليست حالة شعائرية تعبدية محض. والحالة الشعائرية كما تعلم تخص المتعبد. نعم. فأنا عندما أذهب وأتعبد في المسجد الحرام أدرك خير لنفسي وأزكيها وأخضعها لمولاها سبحانه وتعالى. لكن الحالة الموجودة في المسجد الأقصى ليست حالة شعائرية. الحالة الشعائرية في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل. لكن هناك حالة رباط ودفاع عن كرامة الأمة. نعم. حالة عدوان خارجي يستهدف كرامة الأمة وقيمة وهذه نقطة دكتور تستحق التوقف في الحقيقة. تستحق التوقف من زاويتين. الأولى هو أن ما تفضلت به من هذه المفاهيم العميقة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تجاه المسجد الأقصى المبارك لابد أن يكون لديها مجموعة من الإجراءات بحيث أنه تترسخ في نفوس المؤمنين والمسلمين في العالم كله العالم العربي والإسلامي من خلال مجموعة من الإجراءات. يعني لا يكفي أن يعرف المسلم في أصقاع الأرض ما تفضلت به أو يحفظه. نعم. إنما يجب أن يعني ينطلق إلى مجموعة من الإجراءات. طيب. بالإضافة إلى مفهوم الرباط كيف يمكن للإنسان، نحن الآن خارج فلسطين والمسلمون يعني هناك مئات الملايين لا يستطيعون زيارة القدس أو الذهاب إلى هناك، وبالتالي هل يستطيعون أن يقوموا باستحضار مفهوم الرباط وهم خارج أرض فلسطين المحتلة؟ شوف، الرباط والجهاد نعم. معناه أوسع من حالة المواجهة. بالتأكيد حالة أو المكوث في مكان معين. نعم. نعم. الرباط كما عرفه العلماء هو المقام في مكان تخيف فيه العدو ويخيفك فيه العدو وأنت على نية دحره. الله. وهو تفصيل. نعم. لأهلنا في بيت المقدس. لكن هذا الرباط يتأتى بكل ما يثبت المرابط. يعني أنا لا أستطيع الذهاب إلى بيت المقدس، ولكن بدوني الذي في بيت المقدس قد يختل ثباته، فإن قمت أنا بمهمتي في تثبيته فقد شاركته الرباط. عظيم. ولذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا ومن جهز غازيا فقد غزا. الآن نحن نقول بكل وضوح من ثبت مرابطا على أرض بيت المقدس فقد شارك في الرباط مشاركة مباشرة. وأنا أستطيع أن أقول، ودائما أنا عندي قاعدة أقول، الجهاد أيضا أوسع من مسألة حمل السلاح وقتال العدو. نعم. القاعدة، أنا وضعت قاعدة في هذا الموضوع، أقول من بذل وسعه في إعانة المجاهدين وتثبيتهم بالقول بالمال بالتشجيع بالرأي بالفكر ثم رفع يديه ودعا الله أن يمكنه من ذروة السنام أن يكون شريكا، كان شريكا ولو مات على فراشه. وهذا دلت عليه النصوص القاطعة. نعم. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من تبوك، يقول لهم إن في المدينة أناسا ما خرجوا معكم، يعني ما صعدتم جبلا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم الأجر. حبسهم العذر، يعني هم جاهزين. نعم. بذلوا المقدور. وهؤلاء الذين قال عنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء شركاء. الآن وجه الشراكة، يعني يكفي أن أبكي لماذا لا يتاح لي أن أكون في المسجد الأقصى؟ لا. أحد الصحابة رضي الله عنهم استعد للخروج، أعتقد في تبوك أو في غيرها، ثم مرض، فجاء رجل ممن لا يملك الاستعداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أخرج ولا أستطيع. فقال اذهب لفلان فإنه كان قد استعد وحيل بينه وبين ذلك بمرض، فاطلب منه عتاده. فذهب فقال الرجل لزوجته أعطيه هذا المجاهد كل ما أعددناه فلا تحبسي منه شيئا. معنى أنا أذكر الحديث بالمعنى لأني لا أحفظ نصه، فلا تحبسي منه شيئا فيبارك لنا فيه. وبهذا كان هذا المجاهد الذي اضطر للقعود لأنه بذل المقدور عليه كان شريكا لذاك الذي خرج. ولذلك حتى ورد
في عندما يتحدث العلماء عن قسمة الغنيمة، نعم، قال للراجل سهم وللراكب سهمان، فإن كان هذا الركب من إعداد شخص وتبرعه آخر فإنه يكون له مشاركة لأنه ساهم بذل جهده. الآن حتى ما نعقد المسألة ونبتعد فيها كثير، أنا أقول وهذا ندائي لكل المسلمين في كل أرجاء الأرض، والله يمكنكم أن تكونوا مرابطين في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأنا لا أحب كلمة الباحات، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، لأن كلمة باحات أصبحت تستثمر اليوم لتعني أنها غير المسجد، نعم، وأن المسجد هو قبة الصخرة والمسجد القبلي، وأن الباحات هذه يمكن أن يستخدمها الصهاينة لهم كما، فلا يوجد عندنا باحات. 144 دنم هي مسجد، هي رحاب المسجد بتمامه وقابلة للتوسع طبعا، نعم، كما نرى المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسجد النبوي الآن هو على مساحة المدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي الآن هو على مساحة المدينة المنورة كاملة المسكونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا برأي عامة العلماء، أكثرهم يخالف الإمام النووي في ذلك، أكثر العلماء على أن هذا يعتبر كالجزء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لولا الاحتلال لأصبح المسجد الأقصى الآن ليس فقط 144 دنم، لأصبح ربما مئات، نعم، كما هو حال المسجد الحرام وحال المسجد النبوي. لذلك أنا أخاطب المسلمين في كل أرجاء الأرض وأقول حانت الساعة وجاء الوقت لأن تمارسوا رباطكم وجهادكم وأنتم في بقاعكم ريثما يتاح لكم أن تكونوا في قلب المعركة. كونوا في قلب المعركة بقلوبكم، بعقولكم، بأقلامكم، بأموالكم، بتربيتكم لأولادكم، بكل جزئية، باستحضاركم، باتصالكم بأهل بيت المقدس، بتثبيتهم، بعونهم، بتقديم ما يشعركم أنكم موجودون في الميدان. نعم. ويشعر أهلكم، أهلنا في بيت المقدس يقولون والله إننا لنمل ونتعب حتى إذا رأينا مسيرة في كوالالمبور أو في اسطنبول أو في نواكشوط استحيينا وقلنا إخواننا يتحركون في البقاع ونحن نكل هنا. فليعلم كل مسلم في الأرض أن حراكه له دور في الجهاد والرباط، وأن تفاعله مع المسجد الأقصى سهم في التحرير وسهم في التثبيت لهؤلاء المرابطين. هؤلاء بشر الذين يقيمون في المسجد الأقصى عندما يرون أنهم يقتلون، الآن يحاول تحريف مناهجهم، ورأينا إضرابهم أهلنا في بيت المقدس عن المدارس، هذه المدارس التي منها مدارس تابعة للبلدية الصهيونية، ويراد أن توضع لهم مناهج تمسح عقول أبنائهم وتحذف من عقولهم مقدساتهم وأمتهم ودينهم وآيات ربهم. يعني حجم السياسات التي يتعرضون لها، يعني لا أقول أن أحدا لا يحتملها، ولكن فعلا هي سياسات قاسية جدا وإجراءات يومية. نحن لا نتكلم فقط عن اقتحام في مواسم معينة، هناك اقتحام يومي للأقصى، هناك إجراءات يومية أو اعتداءات يومية يقوم بها الاحتلال في كل قطاعات الحياة. لكن نحن اليوم طالما أننا على أعتاب ما يسمى بالأعياد الدينية التي تبدأ مع رأس السنة العبرية، من الملاحظ دكتور ولعلك لاحظت هذا خلال السنوات الماضية، إنه هذه الجماعات المتطرفة تكثف من ناحية، والناحية الأخرى تضيف في كل مرة بعض الأدوات الجديدة. يعني هذه المرة تحاول مثلا أن تنفخ بالبوق أو تأتي باللباس يعني الأبيض بالضبط الكهنة، فبالتالي يعني بالتالي تكريس هذه المعاني فيما سماه الباحثون التأسيس المعنوي للمعبد، يعني هم لم يجدوا معبدا، بقايا معبد موجود، ولا يستطيعون هدم الأقصى وبناء معبد، فيحاولون القيام بهذه الإجراءات من خلال تأسيس معنوي، يعني أنه نفخ بالبوق، بعض الصلوات الطقوسية. هذا خطير جدا، أليس كذلك دكتور؟ طبعا هذا وضع خطير، والصهاينة رأوا في هذه الفترة أن الوقت مناسب، نعم، لأن يمارسوا ضغوطهم. الحقيقة نحن ما زلنا نتكلم عن التقسيم الزماني والمكاني، وفي أذهان الصهاينة قد تجاوزوه. طبعا الحديث اليوم ليس عن تقسيم زماني ومكاني، الحديث اليوم عن هدم المسجد الأقصى المبارك، إقامة هيكلهم المزعوم
هذا الذي يتحدث عنه التقسيم، يعني هو أن يجعل لك جزء من المكان وله جزء، وهذه مرحلة في ذهن الصهيوني. نعم. حتى الآن هم طبعا يعني يحرصوا على أن يأخذوا مكانا من الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وربما منطقة باب الرحمة. نعم. المنطقة المهجورة من عهد بعيد، ويريدوا أن يقيموا فيها كنيسا، ولكن هذا الكنيس ليس منتهى آمالهم. حتى هم الآن يتحدثوا عن المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة على أنهما للمسلمين. لو رجعنا للتاريخ قليلا لكنا نجد هذا الكيان يتحدث عن المسجد للمسلمين، كيان نفسه، ويمنع المستوطنين من اقتحامه، وكان من يقتحم المسجد الأقصى ممكن يعتقل. نعم. اليوم الذي يقتحم المسجد الأقصى الحكومة الصهيونية. صحيح. هي التي تشرع. صحيح. الكنيسي الصهيوني الذي يحرس، الجيش الصهيوني، الأمن الصهيوني، الشرطة الصهيونية الذي يقضي. بالأمس أخذوا حكم بالأيام الماضية بأنه يسمح لهم بالدخول، وغلت حتى يد الشرطة التي تريد أن تحد أمام العالم وأن تخفف من شكل الاقتحام وأن تضبطه بالتدريج أكثر، غلت يد الشرطة بحكم قضائي أنه لا يحق منع المتطرفين. وطبعا هناك أيضا سباق صهيوني. نعم. حزبي. نعم. حكومة. لا يعني ما تفضلت به هذا علماني، هذا. نعم. متدين. من ليس متدين هو يريد أن يخطب ود المتطرفين، وهو كلهم متطرفون في الحقيقة. نعم. أن يخطب ودهم لكي يتاح له أن يفوز بالانتخابات، وبالتالي أصبحت مقدساتنا. هذا الذي أدعو المسلمين الانتباه إليه، أن تصبح مقدساتنا، وليس أي مقدساتنا، ثالث بقاعنا قداسة في الأرض، أن يصبح محل دعاية انتخابية للصهاينة. يعني يستثمروا فيه، هو قد يكون بعضهم غير معني أنه قامت صلاة. نعم. توراتية أو لم تكن. نعم. ولكنه مستعد دعاية عند المتدينين المتطرفين هؤلاء، دعاية عندهم وإرضاء لهم، أنه ليكن المسجد الأقصى متاحا لشعائرهم ولجرائمهم ولممارسة طقوسهم. وهم يروا الحقيقة في هذه الطقوس والإذن بهذه الجرائم، يروا بها تشكيل سيادة. نعم. يعني ليس مجرد أداء حالة دينية. صحيح. وإنما هم يروا بنفخ البوق، هذا النفخ البوق بالنسبة لهم مؤذن بقدوم المسيح المنتظر. نعم. المخلص. كما يسمونه. وبالتالي المتدينون هؤلاء يستعجلون ذلك. ويعملون له ليل نهار، بالإضافة إلى محاولة اختراق الوعي. يعني إحنا مع تتابع الأيام والظروف يحاولون أن يكرسوا هذه الأشياء ويخترقوا وعي الأمة العربية والإسلامية، إنه هذه أصبحت أشياء قائمة واقعية. واقعية. نعم. هم نعم بالتأكيد هم يريدوا فرض أمر واقع على أرض المسجد الأقصى المبارك، ورأوا أن الفرصة مواتية. المطبعون المجرمون من حكام العرب، هؤلاء الذين ينبغي على شعوبهم أن تخرج عليهم وأن تقتلعهم من شروشهم ما أمكنها إلى ذلك سبيل، ينبغي أن يثار على هؤلاء الطغاة المجرمين الذين يتاجروا في مقدساتنا. البلاد التي أنا أقول فتوى، البلاد التي تطبع مع الكيان الصهيوني بهذا الشكل ينبغي أن يخرج عليها. لماذا دكتور الأقصى ليس حاضرا لدى هذه الأنظمة؟ يعني بمعنى لو نظرنا إلى تاريخ الحركة الصهيونية، يجد أنه من هرتزل حتى اليوم، مرورا بكل القيادات الصهيونية المعروفة وغير المعروفة، وحتى جولدا مائير عندما سألوها مرة هل تؤمنين بالله، قالت أنا أؤمن بالشعب اليهودي والشعب اليهودي يؤمن بالله. وبالتالي يعني ده ألحقوا معظمهم كانوا ملحدين. صحيح. ومع ذلك كان الأقصى بالنسبة لهم كما تفضلت الآن وبالنسبة لأحزابهم مهم جدا. نحن طبعا مع فارق التشبيه وليس هذا حكام يعني على أساس مسلمين. لماذا الحكام والأنظمة لا ينظرون لأهمية سياسية حتى لهذا المسجد كون شعوبهم مسلمة. يعني نعم. جواب بسيط، أن هؤلاء كانت تختارهم شعوبهم. اختصار. نعم.
إذن ولذلك لا بد أن يراعوا رغبات هذه الشعوب سواء كانت من قناعاتهم أو من غير قناعاتهم، لأنهم يريدوا هذه المواقع، وبالتالي طريقي إلى هذا الموقع يمر عبر قناعة هذه الأحزاب وهذا نعم. إرضاء هذه الجماهير وهذه الشعوب. نعم. أما نحن فحكامنا عيناهم أعداؤنا، وبالتالي هم ينظرون ماذا يرضي أعداؤنا ولا ينظروا ما يرضي شعوبنا. ماذا يعنيه الشعب هو لا يعينه ولا يعزله؟ ذلك أنا بقول لا بد لشعوبنا مزيد من الثورات والصبر عليها، وإن كان البعض يقول بفشلها. نعم. أنه لا بد لنا من الصبر عليها حتى تؤتي أكلها، ويصبح على أقلهم أو غيرهم من تعيين الشعوب لا من تعيين الأعداء. إذا وصلنا أيا كان هذا الحاكم، نعم، صالحا أو طالحا كما تفضلت، هذا ليس منسجما عقائديا مع شعبه ولكنه يخدم شعبه لأن شعبه هو الذي اختاره. نعم. نعم. إذا أصبحت شعوبنا هي التي تختار حكامها، فسيضطر حكامها أن يمثلوها ينسجموا معها. نعم. سواء ارتضوا داخليا هذا الذي تدعو إليه أو لم يرتضوا. نعم. أما الحالة التي نحن عليها لن يكترثوا بنا كثيرا. الآن أنت ترى أن الحكام جميعا في خطابهم، أنت ترى أنه يحصل الخطاب المصطدم مع قناعات الشعوب ومع أهوائها ومع معتقداتها، ليس أهوائها فقط بدون أي مبالاة. نعم. وما هذا لا يؤثر على موقع الحاكم مع الأسف الشديد. نعم. الحديث بقية دكتور نواف بعد فاصل قصير بحول الله، تفضلوا البقاء معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين. مرحبا بك معنا دكتور مرة جديدة. دكتور، هناك مسألة أيضا لا تقل خطورة عما تفضلتم به، بينما هناك مؤسسات كبيرة وأموال طائلة تضخ من أجل مجيء هؤلاء الصهاينة. طبعا في الماضي كانوا يأتون للأقصى كزائرين أو سائحين أجانب، لأنه معظمهم عندهم جوازات سفر أجنبية، الآن هم يأتون بتنظيم ديني وتحت هذا الغطاء الديني. في المقابل رسميا نتكلم، لا يوجد دعم حقيقي للمسجد الأقصى المبارك. هناك إدارة إسلامية لشؤون الأقصى منذ 67 حتى اليوم، حتى في هذه الإدارة التي هي تدير المسجد يعني إداريا ودينيا بالمعنى العادي، تزاحمها سلطات الاحتلال ولا تسمح للأوقاف الإسلامية الأردنية بأن تكون يعني أو تعمل بالشكل المطلوب واللائق بمكانة هذا المسجد. والله شوف، أنا أوجه هنا رسالتي للأوقاف في الأردن، ليس مطلوب من الكيان أن يسمح، نعم، ولكن مطلوب منها أن تنتزع، ومطلوب من الحكومات العربية والإسلامية أن تدعم الأوقاف الأردنية في ذلك، ومطلوب من الأوقاف الأردنية أن تصرح وأن تضع الأمة بتفصيل الجرائم التي تمارس، وهذا واجبها، وإلا فالحفاظ على المسجد الأقصى يقتضي مثل هذه الأمانة ويقتضي مثل هذا الحراك. وأنا قبل فترة دعوت الأوقاف وأرسلت رسالة إن شاء الله تكون وصلت، أن يدعى إلى مؤتمر لوزارات الأوقاف ولكبار علماء الأمة لوضع الخطوات اللازمة لمواجهة مثل هذه الاعتداءات المتراكمة والمتطورة، نعم، التي يمارسها الكيان الصهيوني على أرض المسجد الأقصى المبارك. مست موظفين في الأوقاف. نعم. في الأقصى. لا طبعا هي تمس موظفين. الحقيقة المراد بالتدريج هو أن لا يبقى للأوقاف الأردنية إلا الصورة فقط، وأن لا يبقى لها أي سيطرة، وأن تسيطر الآن هذا النفخ في البوق
وسجود الملحمي، هذه ممارسات شعائرية. قد يقول بعض يا أخي ما يضير، هذه ممارسات شعائرية، هذه المراد منها ترسيخ سيادة تامة على المسجد الأقصى المبارك، وأن الأمر والنهي وتحديد من يدخل ومن يخرج إنما إنما هو للكيان الصهيوني، وأن الأوقاف مهمتها متابعة موظف هنا أو موظف هناك، تحديد إمام للمسلمين يصلي بهم، كما يحدد لليهود كاهن باللباس الأبيض. وهذا مراد الحقيقة الدخول باللباس الأبيض، إنه كما في أئمة يلبسون العمامة ويدخلون ويصلون في المسجد الأقصى، يوجد كهنة يلبسون لباس الكهنة ويدخلون لكي يأمون ويتصرفون ويفتون الناس في المسجد الأقصى المبارك. فهي حالة سيادة يراد إرساخها على أرض المسجد الأقصى المبارك، هي تقتضي من الأوقاف الإسلامية بشكل عام ومن الدول الإسلامية موقف وتضافر جهود، ويقتضي هذا من الحكومة الأردنية ومن وزارة الأوقاف الأردنية على وجه الخصوص مزيدا من الضغط والتفعيل لقدرات الأمة وآراء العلماء وعقد المناشط التي تخدم هذه الفكرة. نعم. وإلا يعتبر هذا تقصير الحقيقة. ولابد دكتور من، لعلك تتفق مع هذا الرأي، لابد من خطة استراتيجية مضادة. يعني الصهاينة اليوم لا يقومون بهذه الإجراءات والسياسات بالضربة الواحدة، إنما هم بشكل متتابع بسياسة ناعمة بخطوات متتالية تراكمية أوصلونا إلى هذا الحد. إنه اليوم إحنا بنحكي عن نفخ بالبوق. نعم. في الأعياد العام الماضي لم يكن هناك نفخ بالبوق على سبيل المثال. غياب استراتيجية حقيقية سواء فلسطينيا أو عربيا وإسلاميا في وجود استراتيجية لهذه الجماعات المتطرفة التي تعطيهم أموال من أجل الحضور للأقصى، هم ليسوا على هذا النوع من التدين حتى يأتوا بانتماء ديني، إنما هناك دوافع كثيرة تدفعهم لذلك. هو شوف، يتقدمهم الذي يدفعه دافع ديني. نعم. يتقدم هؤلاء الصهاينة الذين يدخلون إلى المسجد الأقصى. نعم. الذي يأتي به الدافع الديني، لكن يستغل. نعم. والآخرون يستغلون صاحب هذا الدافع. نعم. لكي يرسخوا وجودهم وحاجاتهم، وهم طبعا يريدوا أن يقلصوا وجودك لوجود العنصرية الصهيونية بشكل عام للمتدين وغير المتدين، وبالتالي هو يريد إنهاء، الحقيقة المطروح هو إنهاء الوجود الإسلامي على أرض المسجد الأقصى المبارك. نعم. وعلينا أن نضع، يعني لو كنا نريد أن نتحدث عن رؤية لهذا الكيان الآن رسميا فضلا عن الجماعات المتطرفة، فإن هذه الرؤية لو كشفت لك لرأيتها التهويد الكامل للمسجد الأقصى المبارك. ما رؤية المسلمين واستراتيجيتهم إذن؟ الآن رؤيتنا نحن طبعا هي الواقع الذي يغيروه الآن. نعم. الواقع عن هذا المسجد، الواقع أن هذا المسجد مسلم وإسلامي. نعم. حتى الأمم المتحدة، يعني بالفعل هو لدى الأوقاف الأردنية ولدى المسلمين حتى الدعم الدولي، وإن كان لا يستثمرونه، وبالتالي يأتي هذا الدعم لصالح الكيان. نعم. رسميا الآن في الأمم المتحدة أن المسجد الأقصى في أسفله وأعلاه هو مسجد للمسلمين. نعم. وبالتالي ينبغي أن تكون استراتيجيتنا ورؤيتنا في شأن المسجد أن لا سلطة مطلقا، لا تفاوض على السلطة. التفاوض بين خصمين يكون على أمر مختلف فيه، وهو عند طرف أساسي عقدي وعند طرف ثانوي أو عند الطرفين ثانوي. الحقيقة المسجد الأقصى المبارك الآن يحاول الصهاينة أن يعلنوا أنه هذا أساسي عندنا، ونحن عندنا أساسي ابتداء وأصلا. بالضبط. وبالتالي غير قابل أن يتفاوض عليه مفاوضة، لا بد من انتزاعه بالقوة. وأنا أعتقد أننا نستطيع حتى أمام العالم وأمام الأمم المتحدة والتعلق حتى بالقرارات الدولية التي تشهد بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد ومكان عبادة للمسلمين وحدهم وحصرا. نعم. ولا يحق لغيرهم الدخول فيه. وهذه ليست فتاوى علماء المسلمين فقط، طبعا فتاوى علماء المسلمين شيء طبيعي أن تكون بهذا، وإن كان مع الأسف بعض حكوماتنا لا تعبأ حتى بهذه الفتاوى، بل هذه قرارات الأمم المتحدة التي ينبغي أن يتعلق بها. الآن الكيان الصهيوني نحن بحاجة إلى مواجهة حقيقية. الكيان الصهيوني يحشد أكبر عدد من المقتحمين، وهو يريد في هذا العام أن يصل عدد المقتحمين إلى 60,000، وقد قطع أكثر هذا الرقم.
نعم. الآن نحن مهم وطبعاً ودعوا في هذا الاحتشاد أن يأتي العائلات والأطفال والنساء. تخيل هذا التجيش، نحن يلزمنا تجيش مثله، وبالتالي ننادي أهلنا في فلسطين، أهل بيت المقدس، أهلنا في 48، من أمكن أن يأتي من أهلنا في الضفة الغربية أن يأتوا ولو عبر الجبال. المسجد الأقصى يا أهلنا في فلسطين يستحق التضحية، يستحق أن نأتي إليه بالطرق الملتوية، من لم يستطع أن يأتي إليه بالطريق المباشر أن يأتي إليه بكل سبيل، لأنه هذا الطريق الحفاظ نعم. عليه. ولنأتي إليه بأطفالنا، يقول سيستشهد إن وقع هذا فهو شهادة على جرائم هذا العدو، وإن لم يقع فهذا دورنا في الحفاظ على مسجدنا بأطفالنا ونسائنا، ونحن نأتي إلى شعيرة آمنة المفروض فيها نعم. وبالتالي أنا أقول مقابل الحشد الصهيوني الذي يأتي بكل طاقاته وبكل فئات مجتمعه، مطلوب من مجتمعنا الفلسطيني نعم. أن دكتور نعم، معذرة المقاطعة، ذكرت عدة مرات مسألة العلماء ودور العلماء، وصحيح أنك يعني مقتنع كثيرين من العلماء أن الأنظمة والرسميون وأن الرسميين لا يستمعون إلى آراء العلماء، أو إذا استمعوا لا يأخذون بها. ما الدور المنوط بالعلماء وهيئة العلماء اليوم في ظل ما يتعرض له الأقصى؟ هل هو فقط دور تعبر من خلاله عن مواقف، أم يتجاوز ذلك إلى مواقف؟ لا. دور العلماء، ونص الإمام الجويني أنه إذا خل الزمان من حاكم يعني يأخذ زمام الأمور ويحكم بالعدل ويرعى مصالح المسلمين، وجب على الأمام على العلماء أن يتولوا المهمة. العلماء مهمتهم اليوم إضافة إلى التعبوية والسياسية والتحريضية والتعليمية، سياسية أن يقودوا الشعوب. العلماء يجب أن يتقدموا الشعوب. العز بن عبد السلام لما واجه المماليك بالحقيقة وصدع بها تبعته الأمة، فاضطر المماليك أن يلحقوه وأن يخضعوا لحكمه. أنا أعتقد هؤلاء الحكام رغم أنهم معينون، إذا العلماء لم يتقربوا للحكام بما يريدون وكانت لهم مواقف كافية واستندوا إلى شعوب أصيلة موجودة بفضل الله تعالى وقادوها بحق بلا خوف ولا مجاملات، فإنهم يستطيعوا أن يضغطوا على الحكام حقيقة. نعم. وإن لم يتحركوا بقناعاتهم هؤلاء الحكام سيتحركوا خوفاً على مواقعهم. وأنا بذكر في بدايات الثورات العربية بدأ الحكام يبحثوا عن العلماء لأنها خلاص طارت الشعوب، وهم يعلمون من الذي يحرك الشعوب، من الذي يضبط الشعوب، من الذي يبعث الشعوب. لا شك أن العلماء. نعم. وأنا أعتقد أن دور العلماء في الأقصى، بالأمس كان لنا ملتقى نعم. لعلماء الأمة وتكلم العلماء جزاهم الله خيرا، لكن الكلام لا يكفي. المطلوب من العلماء نزول الميدان والتحدي. أنا الآن أدعو الحقيقة، ودعونا بالأمس باللقاء إلى أن، وأعتقد رئيس الاتحاد العالمي دعا لهذه الفكرة أعتقد هو وغيره، أن يتوجه العلماء يتقدم الشعوب في بلاد الرباط المجاورة على الأقل الممكنة، الأردن، لبنان، غزة، أن يتوجهوا بمسيرات إلى الحدود ويكون العلماء بالمقدم، وإن كان هناك شهادة ليستشهد بعض العلماء، ليس كثير نعم. أن يستشهد العلماء فداء للأقصى، بل بالعكس استشهاد عالم يحيي أمة نعم. ويحركها باتجاه القيام بواجبها. أنا أعتقد أن دور العلماء ينبغي أن ينتزع منه الخوف والتردد، وهو يزعم له أحياناً عنوان بعيد عنه كل البعد يسمى حكمة ولا علاقة لذلك بالحكمة، هو ضرب من التخاذل والخور يغلف بغلاف الحكمة. أما الحكمة الحقيقية فهي بذل الوسع في تحقيق النصرة. كيف ننصر أهل بيت المقدس، ليس أهل بيت المقدس، كيف ننصر أهل أنفسنا في بيت المقدس؟ نعم. بيت المقدس ليس للمقيمين فيه. بيت المقدس هذه أرض مباركة للأمة جميعا، على جميع العلماء أن يتقدموا الأمة وأن ترى منهم الأمة تضحية تدفع الشباب إلى أضعافها. إن الشباب إذا رأت العلماء تجود بالغالي والنفيس، إذا رأتها لا تتردد في المواقف المحرجة والمكلفة، عندئذ الشباب لا تحسب حساب.
عندئذ الشباب تتقدم والله عدونا يتراجع. والأدلة على ذلك وضعنا في فلسطين، وضع أهلنا في غزة، هذه المقاومة البسيطة التي ربما مرت فترات لم تكن موجودة، وكانت امرأة يهودية تدخل القرية، أنا أعرف ذلك تماماً، أنا ابن فلسطين عشت في داخلها، كانت تدخل فيختفي رجالها في بيوتهم قبل انتفاضة 87. اليوم لا يستطيع دبابة أن تدخل قرية إلا وحولها 10 مصفحات أيضاً لكي نعم. هذا بفعل التصميم والإرادة، وأقول تقدم الدعاء والعلماء الذي حصل في فلسطين. ما ضرورة دكتور، هذه نقطة مهمة في الحقيقة، ضرورة أن يبقى المسجد الأقصى المبارك حاضرا على طاولة المقاومة؟ نحن نستذكر اليوم ما حصل في عام 2021 معركة سيف القدس، وكيف أن المقاومة توعدت الاحتلال أنه إذا قام بهذه الإجراءات ستقوم بالرد، ضرورة أن تبقى المقاومة محافظة على هذه المسألة في هذا التوقيت. بالتأكيد، شوف يعني أنا لست رجل عسكري، نعم، إذا حصلت الثقة بأن هذه المقاومة غيورة على القدس والأقصى بالضبط وهي تحمل مشروعه، نعم، عندئذ لا أنظر لها أقدمي وأحجمي. هي وإن كنت طبعا الدعوة العامة من رجل العلم أن أيها المجاهدون لا تترددوا وابذلوا قصارى وجهدكم وكل إمكاناتكم وفق الدراسة العسكرية والأمنية والسياسية السليمة والصحيحة في مواجهة هذا العدو، هذه طبعا لا بد أن نطلقها في كل حين، نعم، لكن لا أستطيع أن آتي وأنظر بالحدث والواقعة، لا شك، لأقول أن هذا الحدث ينبغي عليكم أن تطلقوا فيه النار، نعم، وهذا الحدث توقفوا فيه عن إطلاق النار، فهذا يحتاج إلى تقديره مع ثقتنا أن المقاومة لا سيما في غزة، كل المقاومة على خير لكن بظروفها في غزة، أنها في ظننا وغلبة ظننا أنها يعني غيورة كل الغيرة وحريصة كل الحرص على مواجهة هذا العدوان، وندعوها بما لديها من إمكانيات ووفق ما لا يحمل نعم. الشعب فوق الإمكانات، أما الإمكانات فعلينا أن نتحملها، ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي يكلفها كل وسعها، هذا معناها، فإحنا مكلفون بالوسع كاملا وقطعا لا نكلف فوق الوسع. فالآن أنا أعتقد أن الحراك المطلوب هو في الضفة الغربية، ينبغي أن يكون أكبر مما هو عليه على ما تقدم وعلى ما تطور من أحوال مقاومة ومقارعة لهذا العدو. أنا أقول ينبغي لأهلنا في الضفة الغربية وإن كان الثمن باهظا والدماء تسيل، علينا أن نبذل الكثير وأن نحرك كل ممكن وأن نمرغ أنف هذا العدو، لا يجوز أن يقتحم المستوطنون وأن يدعو إلى حشود كبيرة إلى المسجد الأقصى ويبقى أهلنا في الضفة وفي 48 لا يشاغلون هذا العدو ويسحبوا قواته من القدس. على أهلنا في الضفة وعلى أهلنا في 48 وهم لا ينظر عليهم أهل غيرة وعمل أن يشاغلوا العدو ولا يتيح له أن تتفرد قواته وشرطته وأمنه وجيشه في الأقصى. والمثال قائم ما حصل في 2021 دكتور، نعم، كان عندما حراكوا أهلنا في 48 وفي الضفة الغربية وفي مدينة القدس نفسها، ليس فقط معركة سيف القدس التي حسمت الأمر، بلا شك الحراك في 48 كان دوره عظيم، نعم، وسيبقى عظيم. للحديث بقية دكتور إن شاء الله بعد فاصل قصير بحول الله، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. مرحبا بضيفي فضيلة الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله يبارك فيك. دكتور، ما تفضلت به قبل قليل من وحدة الشعب الفلسطيني والأمة من خلفه كان مثالا رائعا جدا في الحقيقة العام الماضي، وهو يكسر سياسة الاحتلال وواحدة من سياساته وآلياته بالاستفراد بكل جهة، يعني حاول أن يستفرد بغزة كجغرافيا بالضفة الغربية، وبعد ذلك خرج إلى الخارج فلسطين المحتلة وحاول أن يستفرد بالأمة فطبع مع بعض الدول وبعض الدول حاربها وهكذا. هذه الآليات والسياسات الاحتلالية التي يعمد إليها الاحتلال أصبحت مكشوفة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني وبالنسبة لعلمائنا، وبالتالي لابد من أن يكون هناك لدينا آليات مضادة مقابلة لهذه السياسات، أليس كذلك؟ صحيح. ولذلك أنا الحقيقة من يعني هذه المنصة المباركة والفضائية جزاكم الله خيرا في الرافدين على اهتمامكم دائما وتبنيكم، وهو واجبكم بلا شك. نعم، لأن واجبنا جميعا. أنا أدعو هيئات العلماء ومؤسساتهم والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنه لا بد أن يكون لكل مؤسسة، ليس نشاط، برنامج فاعلية وأنشطة في البلاد المختلفة، ولا بد للعلماء أن يتحركوا ليس في بلادهم فقط لكي يقولوا لشعوب الأمة أن هذه القضية ليست قضية شعب. عندما يأتي عالم من فلسطين إلى الصومال سيفهم الشعب الصومالي أن الفلسطينيين يتحركوا لفلسطين، لكن عندما يأتي عالم من موريتانيا إلى الصومال أو عالم من أندونيسيا إلى الصومال ليتحدث بهذه القضية سيكون هذا مشعر لهذا الشعب بأنها أبناء علماء الأمة يأتونني من كل مكان. ولذلك أنا أدعو العلماء إلى الحراك ليس في بلادهم فقط وإنما في بلاد الأمة، ثم أدعو الهيئات والمؤسسات أن يكون لها برنامج كان ينبغي أن يكون موضوعا، وإن شاء الله يكون موضوع وضع، لكن إن لم يكن قد وضعت فينبغي عليها أن تبادر وأن تلتقي مؤسساتها ومراكزها ومكاتبها وإداراتها لوضع برامج عمل وبرامج دعم ودعوة إلى التثبيت وإعانة أهلنا في بيت المقدس. إذا كان الصهاينة الآن يحشدون يوفرون التسهيلات للقادمين إلى المسجد الأقصى من المستوطنين، فعلينا أن نوفر تسهيلات لشعبنا لكي يصل. أهلنا في 48 يسيروا قوافل، علينا أن ندعم هذه القوافل وأن نمكنها من المجيء، وربما أن نمكنهم وأن نعيل أسرهم ليتفرغوا لمثل هذه المهمة. أنا أعتقد أن واجب الأمة كبير في الخارج، الأعداد البشرية المطلوبة الموجودة في داخل فلسطين تجزئ لو أنها الآن سيأتي دور الجموع من كل أنحاء العالم بإذن الله تعالى لتمارس المقارعة للعدو للتحرير، ولكن الآن مجزئ، ولكن علينا أن نرعى هؤلاء بل أن نوفر لهم تفريغاً لكي يقوموا بمهمة الرباط ومهمة الجهاد. أهلنا في بيت المقدس في المدينة، هؤلاء الذين تهدم بيوتهم، احنا رأينا على اليوتيوب أحد حجاج بيت المقدس، أعتقد نسيت أذكر أنه أبو يوسف اسمه، عندما سألوه قال نبيع بيتك بمليون بمليون، قال لهم ممكن أعطيكم يا مجانا. طبعا هذا كيف؟ قال هناك 2 مليار مسلم إذا جئتوني بتوقيعهم. أنا أقول لأهل أهلكم في بيت المقدس يعتقدوا أنكم شركاء أيها المسلمون في العالم، يعتقدوا أنكم شركاء في بيوتهم، فعليكم أن تعتقدوا أنكم شركاء وأن تبذلوا الغالي والنفيس. حقيقة دور علماء الأمة كبير يا أخي. نريد أن نذكر هنا دكتور، يعني وهو اتصال لما تفضلت به، أن الاحتلال لا يستفرد بالأقصى بمعزل عن المدينة. طبعاً. كل المدينة مهددة، مدينة القدس. نعم. كنا قبل قليل تكلمنا عن التعليم. التعليم التعليم مثلا جزء يحاول أن يخترق وعي الأجيال. لأنه إذا غيرت أنا عقل ابن المدينة راح القدس، راح الأقصى. بالضبط. إذا أنا الآن صار ابن الأقصى نزعت الآيات التي تحدثه والأحاديث التي تحدثه عن مكانة الأقصى، ومضى مشروع البرنامج التعليمي 6 سنين أو 10 سنين، الجيل يتلقى من أول إلى 10 في المدارس أن لا أقصى ولا مقدسات وأننا شعب يهودي وشعب فلسطيني موجودين في داخل هذه الأرض، خلال 10 سنين تنتهي القضية، وهذا ما يسعى له الصهاينة. ولكن ما زال أهلنا يا أيها المسلمون، ما زال أهلنا في بيت المقدس يعضون على الجراح ويتجاوزون كل الآلام
من أجل أن يثبتوا هويتهم وهوية الأقصى، فعليكم أن تكونوا ردءاً لهم بكل ممكن. ولا تنظروا إلى تصرفات الفلسطينيين، هناك كلها بوضوح. هناك بعض المسلمين وشعال الفلسطينيين عملوا، يا أخي أنا لا أتحدث لك عن دعم الفلسطينيين، أنا أتكلم لك عن ثبات الأرض المقدسة. أنا أتكلم لك عن هويتك المهددة بالخطر. فلو هدد بيتك الذي هو مادة بالخطر، أتنظر إلى ما فعل أبناؤك من أخطاء؟ لا يجوز هذا. اليوم المطلوب أن نحافظ على المسجد الأقصى. لا بد أن يجد الصهاينة في مشروعهم هذا وجريمتهم هذه القادمة القائمة، لا بد أن يجدوا مقاومة ليس في فلسطين وحدها، وإن كانت فلسطين مطلوب منها أن تكون رأس الحرب. وهذا أمر مهم في حساباتهم، هم دائما ينظرون إلى حراك الأمة ويحاولون ألا يستفزوا مشاعرها. أنا أدعو المسلمين في أوروبا، كان في سيف القدس حراك المسلمين في أمريكا كما تذكرون، عندما حصلت مواجهات بين أنصار الكيان الصهيوني وأنصار الأقصى خلينا أسميهم في قلب أمريكا، كان هذا له أثر كبير. أنا أدعو المسلمين في أوروبا، في أمريكا، في الغرب، في الشرق، في أفريقيا، في العالم كله، أن يتحركوا نصرة للأقصى. إن خسرنا الأقصى لن يبقى لنا مسجد حرام ولا مسجد نبوي. إن هؤلاء الصهاينة الغاصبين عيونهم ممتدة منذ دخلوا المسجد الأقصى إلى المسجد النبوي. ولذلك لما قالت جولدا مائير إني لا أشم رائحة أجدادي في خيبر وغير هذا كثير، أنا أعتقد أننا مطالبون، المسلمون أقصد المسلمين، أننا مطالبون بالحراك جميعا دون نظر إلى من يقيم على هذه الأرض. بلا شك على أهميتها طبعا. مسألة الحراك، إحنا لازم يكون في استراتيجيتنا الإسلامية دائما هناك خطوط حمراء نحن الذين نضعها، بمعنى أنه لا نتحرك في ردود فعل وفقا لما يريده الاحتلال ويجرنا إلى مربعات معينة، إنما يجب أن نكون عندنا خطوط حمر. وأنا تعجبني هذا الحملات والحراك العلماء وغيره عندما نتكلم عن هذه الاقتحامات مثلا، هذه مرفوضة ولا يمكن أن تمر بلا شك، ولكن دائما لا يجوز الاقتصار عليها وأن تكون ردة فعل. كلام صحيح. لذلك نحن دعوتنا الحقيقة إخواننا إلى وضع برامج طوال العام. أوجدنا ما يعني علماء الأمة في مؤسساتهم والتنسيق فيما بينهم أوجدوا أسبوع القدس العالمي. وأسبوع القدس العالمي أريد منه أن يكون حراك في العالم كله، ولا أن يكون حراك لأسبوع، وإنما أن يكون حراك محطة وقود للعام. وتحريك. الآن نحن معنيون أن نحرك الناس في ردة فعل على الاقتحام، ولكن بالتأكيد أن هذا العدو اعتاد أن يحركنا ويوقفنا، وهذه مشكلة في الحقيقة. يحركنا متى شاء، ولا بد أن يكون حراكنا دائم ومستمر وأن يكون برامجنا دائمة ونصنعها نحن ونفكر. نحن ينبغي أن يكون عندنا خطة للتحرير، ونحن قادرون والله. هذه الأمة عظيمة إذا قررت أن تعمل. وأنا أعتقد خطابي الآن لأهلنا في بيت المقدس وفي داخل فلسطين، وإن كانوا ليسوا وحدهم فعلوا ذلك، أن في الجرائم السابقة من العدو الصهيوني، سواء كان باب الرحمة ولا باب الأصباط ولا البوابات الإلكترونية وإلا من قبل مأمن الله، مقبرة مأمن الله وغيرها من الاقتحامات، لا شك أن شعبنا كرأس حربة تمكن أن يوقف هذا العدوان بتضافره وجلده وصبره، وهذا الجانب المشرق الذي يجب أن بالضبط نفسه. ودعم الأمة وحراكها. الآن أقول لا ينبغي، العدو الصهيوني يراهن على يأسنا وإحباطنا، يراهن على مللنا، أننا واجهنا مرة ومرتين وخمسة وما زال العدو يرجع. إذا كان هو يرجع لإجرامه، ألا ينبغي علينا أن نبقى نرجع وأن نستمر وأن نكرر لإثبات حقنا؟ وعلى الأمة أن تبقى مع وداعمة وبكل السبل. والله لا خير في مال صاحب مال لا يبذلونه، لا خير في فكر صاحب فكر لا يسيل هنا، لا خير في عقل صاحب عقل وإمكانات وتفكير وتخطيط لا تظهر نتائجه هنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك هو شرف هذه الأمة، هو كرامتها، هو أرض رباطها وجهادها. وأنا أقول
وأستبشر خيرا ختاماً أننا قادرون على أن نفعل شيء بلا شك، وأننا نستطيع، ولكن عندما نعمل معا وعندما نعمل طويلا وليس نعمل وننقطع، نعم، وعندما نستمر وعندما نواظب على أعمالنا التي والله تطرح مشاريع أوقاف أعمال خير ولكنها وتنقطع في أول الطريق، نفسنا قصير، نعم، عدونا نفسه طويل، ينبغي أن يكون نفسنا أطول، فنحن أصحاب الحق بلا شك، نحن أصحاب الحق. نختم بهذه الجملة فضيلة الدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين، شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق دوما في هذا العمل إن شاء الله. آمين. أقصى وعن كل المسلمين المظلومين في الأرض إن شاء الله. آمين. شكرا لكم على طيب المتابعة زان المشاهدين، هذه تحيات فريق العمل، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.